صباح الخير عليكم غاشينا. الجزائري يبلع الطريق، عندها قهوة يبلع الطريق على الغاشي يستعملها، والناس يولوا يتمشوا في التريطوار، ومن يجوا مصالح تاع الدولة يقرعوا له باش يسرحوا الطريق، يبي يزعف ويبغي يدابز، يبني براكة وما عندها لا تسريح لا والو، ومن يجوا تاني يقولهم لها عندي ولادي من يدير لهم في شونطاج سونتيمونتال. بناو فيلات في البحر وما عندهم اوكين اوتوريزاسيون. مين جاو مصالح الدوله كسوا تاع الولايه ولا تاع البلديه ولا، يبدا يبكي لهم راني خسرت عليها هذا التملاير، خسرت عليها سي محمد ما عندكش القانون باش تبني هنايا. احترموا هاد الدوله واحترموا قوانين تاعها، احترموا. الاحترام ما كانش، ومي ما يحترمش يجيب لك كوتي سونتيمونتال يبدا يبكي وحقروني وحق، ما حقرك حتى واحد، انت حقرت روحك وانت تعديت على القانون وتعديت على الدوله وتعديت على هذا الشعب. كاين دي زوتوريزاسيون باش تبني، احترم لي زوتوريزاسيون. كاين تسريح، تحترم التسريح كيف كيف. علاش بغيت نهضر لكم على هادشي؟ باسكو جماعه سقساوني بزاف على هاد لي صور، هذا تاع لوتيل تاع شاطو نيف لي صرالي داير، هضروا عليه دانييرمون في وهران، ودروك تم اتخاذ القرار كما نقولوا حنايا، كانوا حاضرين المجتمع المدني جماعه الاخر في لا ولايه وكاع، وستدير هذه حاجه تشرف انه يتم اشراك الراي ولا المواطن في تسيير امور تاع الولايه ولا تاع البلديه، هذه راها حاجه مليحه. سوف كو وجهه نظر تاعي انايا مختلفه على بزاف الناس. كيفاش؟ الاساس المشكل تاع البنايه هذه انها موجوده في مكان فيه اثار تاريخيه، فيها منطقه تاريخيه مصنفه ولا قيد التصنيف. القانون المشرع الجزائري واضح في هذا الميدان، كاين ان شون فيزيون اللي داير بالاماكن الاثريه التاريخيه، ان شون فيزيون تاع 500 متر ما تنجم تبني فيه والو قانونيا. دونك هذيك 16 ايطاج هذيك اللي بناوها في 79، بوجهة نظري تاعي انايا هذاك اللي ما بالهذاك، هذيك لا ستركتور، هذاك بالنسبه ليا بناء فوضوي. السؤال اللي كان نورمالمون يطرحوه صحاب المجتمع المدني اللي كانوا تناقشوا وتلاقاو وهضروا وكل شيء، نورمالمون كانوا يقولوا سؤال كان يطرحوه، قالوا دي كيفاش نهدموا هاد البنايه هذه في بواحد الطريقه اللي ما يضروش بها الاماكن الاثريه اللي داورين بها. هذا السؤال ماشي اسكو نديروه اوتيل ولا نديروه هذه ولا نديروه اداره ولا نديروه، هذا ما كان. دونك وجهه النظر القانونيه، قانونيه وجهه النظر تاعها في هذا المكان هذا بالذات، هذا الميبل بناء فوضوي، والبناء الفوضوي يتهدم. هذه ما فيها لا حنا لا حتى ولا ان، هذا ما كان. درو كما قال لك امرهم شورى بينهم وتفاهمتوش، سادير كما يقولوا بصفه ديمقراطيه تم اشراك هاد الناس المواطنين سادير المجتمع المدني، داروا تصويت وكاع. بصحتكم بصحتكم سادير، حنا نحيوكم ونشجعوكم ونشد بايديكم في هاد القرارات وكاع، ولكن البناء هذا بناء فوضوي، هذا مكان. هذا وجهه نظري، يسقسوني قالوا لي واش 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 تفكر في هذا الاخر. كاين بزاف لي انا دائما صدير ما رانيش مع الناس صدير في هذا الموضوع، ماشي معناتها من يكونوا معاك لا ماجوريتي عندك الصح، ماشي معاك باسكو عندك لا ماجوريتي عندك الصح. نو دي فوا عندك لا ماجوريتي 80% 90% ولا ماجوريتي غالطه، هذا ما كان. انا مع القانون، القانون يقول بلاصه هذيك البنايه هذيك بنايه غير قانونيه، هذا ما كان. نهاركم مبروك، مع السلامه.